أعلن تيار حراك الجيل الجديد الذي أسس أو أسس أخيرا في إقليم كردستان العراق رفضه المشاركة في حكومتي الإقليم وبغداد رغم حصوله على مقاعد برلمانية عدة. قياديون برروا في الحراك موقفهم باستحواذ الحزبين الحكيمين على جميع مفاصل الحياة السياسية في الإقليم. حراك الجيل الجديد تيار سياسي كردي انبثق قبل أقل من عام وفاجأ المراقبين السياسيين بفوزه بنسبة لافتة من مقاعد مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان. هذا التيار السياسي الذي ولد معارضا أسسه ويقوده شاسوار عبد الواحد رجل الأعمال الشاب الذي نجح خلال فترة قياسية في استقطاب جموع غفيرة من شريحة الشباب ليس في السليمانية معقل الحراك وحسب بل في عموم أرجاء الإقليم. الحراك يهدف كما يقول قادته إلى إزاحة الوجوه السياسية القديمة التي تعرف في الأوساط الكردية بجيل السياسة في الجبال وتسليم الراية إلى الرعيل الجديد. المقصود بالجيل الجديد هو خلق جيل سياسي جديد يضم أصحاب الخبرة والكفاءة ممن حرموا في السابق من أي فرصة للمشاركة في الإدارة أو السلطة، وبالتالي فإن هذا الحراك يسعى لأن يكون تيارا سياسيا فاعلا يتميز عن الأحزاب التقليدية التي تستحوذ منذ عقود على كل مناحي الحياة في كردستان. وخلافا لتنبؤات المراقبين نجح الحراك الجديد في الحصول على 4 مقاعد في البرلمان العراقي و8 مقاعد في برلمان إقليم كردستان، لكنه مع ذلك اتخذ قراره بعدم المشاركة في حكومتي بغداد وأربيل. كما تعهدنا للناخبين فإننا لن نشارك في أي حكومة يتصدرها الحزبان الحاكمان في الإقليم، وموقفنا هذا مبني على سببين. الأول أن حراكنا يطرح نفسه كبديل للحزبين الحاكمين اللذين يهيمنان على أركان الحياة السياسية، والسبب الثاني خلق نموذج حقيقي للمعارضة يكون قادرا على تفعيل دور البرلمان وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة. وتتلخص فلسفة هذا التيار السياسي كما هو وارد في برنامجه السياسي في تسخير السياسة والاقتصاد لخدمة المجتمع الكردستاني والنهوض به وإنهاء هيمنة الأحزاب التقليدية على مفاصل الحياة كافة. هيو عزيز، سكاي نيوز عربية، السليمانية.